الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحييكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الدانة الفضائية، وفي برنامجكم برنامج الطب النبوي، وفي حلقة جديدة لعلاج مرض من الأمراض الذي بدأ يظهر في هذا الزمان وبدأ ينتشر، وفي الأصل هو موجود في الأصل، ولكن العلم اكتشفه بعد اكتشاف مذهل لأشعة الرنين المغناطيسي، وهي الآن تعتبر من أدق الأشعات الكاشفة لكثير من الأمراض في جسم الإنسان، ألا وهي أشعة الرنين المغناطيسي. هذا المرض هو مرض التصلب اللويحي، ولم يكتشف إلا تقريبا من 20 عام، علما في الأصل أن المرض موجود، ولكن الطب لم يستطع تشخيص هذا المرض أو تحديد العلة إلا بعد اكتشاف جهاز الرنين المغناطيسي، لأنه دقيق في تحديد مشاكل أعصاب المخ والمخيخ والنخاع الشوكي. التصلب اللويحي المتعدد قد يصيب الإنسان بعرض واحد أو يصيبه بعدة أعراض، وسنذكر الأعراض بأمر الله سبحانه وتعالى بعد تعريف هذا المرض. مرض التصلب اللويحي هو تآكل في المادة البيضاء التي تغطي أطراف أعصاب المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، وهذه المادة البيضاء هي مادة دهنية تسمى مادة الميالين، وهذه الميالين مادة دهنية بيضاء تغطي الأعصاب كما تغطى الأسلاك الكهربائية، وتكون هذه المادة مادة مرنة، فعند مرور الإشارة الكهربائية المنطلقة من المخ أو من المخيخ إلى النخاع الشوكي تتمدد هذه المادة مع العصب ويسهل مرور الإشارة الكهربائية، فتتآكل هذه المادة بسبب فيروس مجهول السبب إلى يومنا الحاضر، فلا يعلم الطب الحديث سببا لهذا الفيروس، وأحيانا قد يعزى لأمراض الوراثة والجين الوراثي، ولكن لم يثبت الطب الحديث أنه مرض وراثي حقيقي، وما هو السبب لهذا الالتهاب الفيروسي الذي يأكل هذه المادة البيضاء. فإذا تآكلت هذه المادة البيضاء فبتركيبة فيسيولوجية جسم الإنسان يقوم الجسم بتصنيع مادة بديلة لتعويض هذه المادة المتآكلة، لأن هذه المادة خلقها الله سبحانه وتعالى لحفظ هذه الأعصاب، فينتج مادة بيضاء ولكنها تكون صلبة، ولذلك سمي التصلب، وتكون هذه المادة على أشكال ألواح بيضاء أو في بداياتها نقط بيضاء، ثم تزداد مع الأيام أن تكون على شكل ألواح، فلذلك سمي التصلب اللويحي. كلمة المتعدد أي أنه قد يصيب عصبا واحدا أو قد يصيب أعصابا كثيرة، وسأذكر في الأعراض أن الأعراض تختلف من مصاب إلى مصاب، فهي ليست نسخة مطابقة، يعني كل مريض مصاب بالتصلب اللويحي لا يلزم أن تتطابق الأعراض مع بعضهم البعض. وقد بينت، ودائما هذا ديدا أتكلم عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الطب الحديث يتعامل مع مرض التصلب اللويحي بإعطاء المريض مشتقات الكرتزون، ومشتقات الكرتزون هي ليست علاج قاطع للمرض، إنما علاج يؤخر هجمات المرض. ما معنى هذا الكلام؟ مصاب التصلب اللويحي قد يفقد الحركة بالكامل، أو قد يفقد التوازن، أو قد يفقد البصر، أو قد يفقد شيئا من الأشياء التي تعمل في جسمه. فالكرتزون بدل أن يصاب الإنسان بفقد الحركة، يؤخر الكرتزون بأمر الله هذه الإصابة مثلا إلى 8 سنوات مستقبلية أو 10 سنوات مستقبلية إذا كتب الله للمريض الحياة،
ولكن ليس علاجا قاطعا للمرض. وهنا ملاحظة، بما أن الطب الحديث لم يثبت أمرا قاطعا مسببا للمرض، فالذي مر علينا في مدة الرقية أن كثيرا من حالات التصلب اللويحي تنتج بأسباب العين التي تصيب أعصاب المخ والمخيخ، أو ينتج بأسباب السحر وسحر الأخلاط الذي يؤكل أو يشرب أو يتدخن به فيدخل عن طريق الجيوب الأنفية ويختلط بالدم في الرئتين فيصل إلى أعصاب المخ والمخيخ ويسبب هذا التآكل، وينتج أيضا عن مس الجن المؤذي. ومعلوم أن الجن خلقوا من نار، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا وصل إلى مكان هذا العصب سبب له تآكل، ثم نتج أن الجسم يحاول مقاومة هذه الإصابة فيصنع مادة بديلة متصلبة ولونها أبيض تأتي على شكل نقط أو عصيات بيضاء. إذن فلنعلم أنه لا يوجد على ظهر الأرض ولا في الحياة الدنيا مرض لا علاج له، ولكن إذا أراد الله لهذا المريض الشفاء سخر له السبب، وعلى المريض أن يفعل كل سبب مباح، وأن يبحث عن التداوي، وأن يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى أن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. مهما يبلغ الإنسان في العلم إلا أنه وفوق كل ذي علم عليم، مهما يبلغ الإنسان في التخصصات الطبية الدقيقة إلا أنه قد يمرض بمرض في تخصصه ويموت بهذا المرض. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك. الشافي هو الله والمعافي هو الله، ونحن نفعل الأسباب، إنما هي أسباب. وأولا وأخيرا كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن مرت علينا حالات كثيرة من المصابون بالتصلب اللويحي المتعدد، وثبت عندنا أن الإصابة شيء من السحر، وبعضهم شيء من المس، وبعضهم إصابة بعين، وعافاهم الله بعد أن عالجوا بالكورتيزون لفترات طويلة ولم يجدوا معه نتيجة، وكما ذكرت أنه يؤخر الهجمات. هذا المرض الغريب يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 7 نساء إلى رجل واحد، وهذا دلالة من دلالات العين، لأن أكثر المتعرضون للعين هم النساء، وأكثر من يتجمل في الأفراح والمناسبات والأعراس هم النساء، وأكثر من يتبذل ويظهر وللأسف الفجور والعري هم جزء من النساء المنحرفات، كمن يظهرون راقصات أو مغنيات أو عارضات، ولذلك تتسلط عليهم الشياطين وتتسلط عليهم العين، وقد يتسلط عليهم الفجرة والكفرة من السحرة بأذيتهم بهذه الأشياء. إذن فالإصابة مصابة النساء مقابل الرجال يكون عند النساء 7 أضعاف إصابة الرجال. أيضا يصيب أصحاب وذوي البشرة البيضاء أضعاف ما يصيب أصحاب البشرة السوداء، وهذا أيضا دلالة أخرى على أنه من تأثير العين، إذ أن العين غالبا تصيب أماكن الجمال في هذا الإنسان. وأيضا قد يكون جهاز المناعة في أصحاب البشرة السوداء أقوى من جهاز المناعة في أصحاب البشرة البيضاء، وذلك لارتفاع نسبة الكالسيوم في ذوي البشرة السوداء. أيضا هو يصيب أعمار ما بين 20 إلى 40 غالبا، لكن هل معنى هذا أنه لا يصيب أصحاب البشرة السوداء؟ نقول لا يصيب. هل لا يصيب الرجال؟ بلى يصيب الرجال. هل لا يصيب من دون 20 أو أكثر من 40؟ بلى، ولكن الإحصائيات العالمية أثبتت أن معظم الإصابات في العالم هم من يحملون البشرة البيضاء، وهم من تكون أعمارهم من 20 إلى 40. وأيضا إشارة أخرى في مسألة الإصابة بالتصلب اللويحي، المناطق الباردة كالإسكيمو وغيرها من الدول الباردة نسبة الإصابة فيها أعلى بكثير من يعيشون في المناطق الحارة.
يعني قد يصاب إنسان رجل أو مرأة في الإسكيمو أو في القطب الشمالي المتجمد، كما أنه قد تصاب امرأة أو رجل في أفريقيا، لكن نسبة الإصابات في المناطق الباردة أعلى منها بكثير من الإصابات في المناطق الحارة. الإصابات في ذوي البشرة البيضاء أعلى منها من الإصابات من ذوي البشرة السوداء أو السمراء. الإصابة عند النساء أعلى منها عند الرجال. الإصابة من 20 إلى 40 أعلى منها ما دون 20 وما أعلى من 40 سنة. هذا المرض العجيب هو يصيب أطراف أعصاب الدماغ. من المعلوم أن كل خلية في جسم الإنسان وكل جهاز في جسم الإنسان يخرج له عصب من المخ أو من المخيخ، يتجه عن طريق النخاع الشوكي لإيصال الإشارة الكهربائية إلى العين، إلى اللسان، إلى الأذن الوسطى التي تحفظ التوازن، إلى البنكرياس الذي يفرز الأنسولين، إلى القدمين التي تحمل الإنسان، إلى اليدين التي يحركها الإنسان ويأخذ ويأكل بها. فإذا أصيب شيء من هذه الأعصاب، إصابة مثلا عصب العينين، ينتج عند المريض زغللة وازدواجية في النظر كأن يرى الصور صورتين. الإصابة في الأذن الوسطى ينتج منها عدم التوازن وعدم حفظ التوازن، وقد ينتج نوبات من الغثيان، لأن الأذن الوسطى من أكبر فوائدها حفظ التوازن. الفائدة الثانية نقل الإشارات السمعية. لو أصيب الإنسان في اليدين، يعني في العصب المحرك لليدين والإشارات الكهربائية تأتي من الدماغ لليدين، يصاب الإنسان برعشة وثقل في اليدين وعدم الاستطاعة في تحريك اليد تحريكا كاملا. لو أن الإصابة تطورت في إصابة القدمين واليدين، قد ينتج هناك نوع من الشلل. لو تطورت الإصابة في عصب العين، قد ينتج نوع من العمى. لو الإصابة تطورت في العصب مثلا في الأذن الوسطى، قد ينتج عن هذا عدم التوازن وعدم استطاعة المريض أن يتحكم في قدرته في المشي أو في توازنه أو أن يحافظ على التوازن. من العلامات الظاهرة لمرض التصلب اللويحي المتعدد الخمول الشديد والكسل. لكن هل كل من أصيب بنوبات خمول يلزم أن يكون عنده إصابة بمرض التصلب اللويحي؟ نقول لا، لكن الخمول الزائد، الخمول المستمر، الخمول الذي يزداد يوم بعد يوم، هذه علامة من علامات الإصابة بالتصلب اللويحي المتعدد. الأمر الثاني أو العرض الثاني ازدواجية النظر، كأن ترى الأشياء مزدوجة أمام عينيك، أو أن يكون عندك زغللة شبه مستمرة. هذه دلالة إصابة العصب الذي يغذي العين بالإشارات الكهربائية من الدماغ. أيضا مسألة عدم المحافظة على التوازن، ولها أكثر من سبب، تكون غالبا في إصابة الأذن الوسطى، وتكون في إصابة العصب الموجه للأذن الوسطى، وقد يكون أحيانا بسبب الأنيميا وفقر الدم، وقد ينتج بسبب ارتفاع الضغط أو انخفاض الضغط. أيضا تنميل الأطراف، ونجد أن هذا التنميل يوم بعد يوم يزداد عند مريض التصلب اللويحي. الدوخة التي يصاب بها مريض التصلب اللويحي، يحس دائما بدوران وأنه يعاني من دوخة. أيضا صعوبة الحركة أو المشي. أيضا صعوبة الاستيعاب وصعوبة الفهم. أيضا كثرة النسيان مع بعض الأعراض المذكورة التي ذكرتها. يعني لو أتانا عرض واحد من هذه الأعراض لا يلزم أن يكون تصلب لويحي، إلا غالبا ازدواجية النظر، علما أن ازدواجية النظر أحيانا قد يأتي بسبب خلل في شبكية العين. هذا المرض هو موجود، لم يكن مرضا طارئا أو جديدا، إنما اكتشف اكتشافا حديثا بعد اكتشاف أشعة الرنين المغناطيسي. كما ذكرت، الطب الحديث إلى الآن لم يجد علاج لهذا المرض، إنما وجد الكرتزون، والكرتزون يؤخر الهجمات ويؤخر النوبات ويؤخر الإصابة وتلف العصب سريعا، يعني يؤخر مدة الإصابة
النوبات الناتجة بأسباب التصلب اللويحي. هل المريض يجب عليه ألا يتعالج طبيا ولا يأخذ الكورتيزون؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، بل عليه أن يتعالج طبيا، ولكن بأمر الله هناك أيضا علاجات قاطعة للمرض بأمر الله سبحانه وتعالى. العلاج الأول مريض التصلب اللويحي الذي يزيد من النوبات هو القلق، التوتر، العصبية، هذه تسرع الهجمات وتسرع الإصابة بهجمات التصلب اللويحي. عندنا هناك زيت عجيب طبعا يحوي على كمية من الأملاح والمعادن والفيتامينات والأملاح الأمينية، وهو مهدئ للأعصاب، ويعالج به في أوروبا مرض التصلب اللويحي، ألا وهي زيت زهرة الربيع المسائية مع فيتامين ها، وهي بحمد الله الآن موجودة في كبسولات زيتية موجودة في الصيدليات. أعيد، زيت زهرة الربيع المسائية مع فيتامين ها موجود على شكل كبسولات زيتية في الصيدلية، يستمر عليه المريض 3 أشهر يأخذ حبة واحدة عند النوم. أولا هذا الزيت مهدي، يهدي الأعصاب ويقلل من القلق والتوتر، والقلق والتوتر يسرع من هجمات التصلب اللويحي. إذا وجد قلق وتوتر اختل كيمياء الجسم وفي زياء الجسم، واختل تنظيم الكنترول وهو الدماغ لوظائف الجسم. يعني إذا وجد الهدوء والسكينة نجد بأمر الله انتظام إشارات كهرباء الدماغ. معنى اتصال وبعد إن شاء الله نكمل. أختي أسماء من الجزائر تفضلي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله يا شيخ كان بودي تعطيني دواء، أنا مريضة مرض سكري منذ حوالي 14 سنة، بعد ومريضة كذلك قالوا لي أنا عندك مرض القلب بعد حوالي 11 سنة. أسماء، مرض القلب اللي عندك وشو فيه؟ طبعا في الصمامات، في الأوردة، في الشرايين، في كهرباء القلب؟ لا، في جدار القلب، في المفاصل، مفصل القلب. يعني قالوا لك نوع من روماتيزم القلب؟ هيك شيء. طيب كم عمرك يا أخت أسماء؟ والله 27 سنة. متزوجة ولا غير متزوجة؟ تزوجت في الصيف الماضي وحدث ما لم يكن في الحسبان. أختي أسماء، يعني أختي أسماء، أنت عانيت بين زوجي وأهله. أختي أسماء، أنت وأنا الآن في بيت أهلي. طيب أسماء اسمعيني، أنت أصلا كنت تعاني من قلق وتوتر من كان عمرك 17 سنة. إيه صح كذا؟ صح. كنت تعانين اضطرابات في الباطنية وانتفاخات؟ صح. ونوبات من الإمساك؟ صح، قليل. شرود في الذهن، أنا قلت نوبات يعني قليل، لكن لو كان دائم قلت لك مستمر. لا قليل. إيه؟ كان عندك شرود في الذهن مؤخرا، عدم ارتياح في النوم قليل. طبعا جالك نوبات عصبية؟ لا، ما في من هذا الشيء. أسماء أنا قلت نوبات وليس عصبية مستمرة. نعم صحيح كذا؟ صحيح. طيب أنت كنت تلاحظين دائما لون البول عندك أصفر داكن؟ أكيد. ولون البراز ما بين الأخضر والأصفر قليل جدا يكون أسود؟ قليل. نعم. طيب اسمعيني، أنت عموما علاجك سهل وأمرك سهل، أنت اللي يظهر والعلم عند الله تعرضتي في الأصل إلى ربط عن الزواج، وتأخر زواجك عدة مرات. والله لست أعلم، ممكن. هل خطبتي ولم يتم زواج؟ نعم. طيب هذا هو الكلام، عدة مرات. ولما تزوجتي الآن ولعلك عالجتي نفسك بالرقية لفترة؟ عالجت نفسي من الرقية؟ لا والله. يعني هل قرأتي أنت على نفسك؟ أجل قرأت. طيب هذه الرقية يا أسماء حوالي 33 مرة. اسمعيني يا أسماء، بارك الله فيك. أسماء، لما أتكلم عن الرقية ليس أنك تذهبين إلى راقي، الرقية هي نعم. رقية الإنسان لنفسه أو يرقيه غيره. نعم. أنت فضل من الله. رقيت نفسي عدة مرات. اسمعيني يا أسماء، أسماء اسمعيني عشان أعطيك العلاج. طيب. أنت يا أخت أسماء تحسنت أعراضك لكن لم تنتهي، وبدأت تصابين بالملل وتوقفتي عن الرقية. نعم. اسمعيني، علاجك سهل وأمرك يسير، وعلاجك بالقرآن، علاجك في كلام الله. أنت تعرضتي كما ذكرت لسحر من كان عمرك 17 سنة. لا، منذ 14 سنة. أنا لما أبريد. كان يا أخت أسماء قلت لما كان عمرك 17 سنة. طيب فهمتي كلامي؟
أضيفي الـ14 للـ17 ممكن تخرج عندك النتيجة. طيب. سمعتي كلامي؟ فأنت طيب. عموما تحتاجين أن تستمري على قراءة سورة البقرة مع الفاتحة والمعوذتين والإخلاص، تقرأينها في ماء تكثرين الشرب منه، تقرأينها في عسل طبيعي، يؤخذ ملعقة من العسل الطبيعي، ملعقة من ماء الورد، تخلط في كأس ماء مقروفي قبل الوجبات بساعة 3 مرات في اليوم، تعملين تدليك لمنطقة القلب بالزيت الزيتون المقروفي بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة، كثرة الالتجاء إلى الله في السجود بأن الله يبطل هذا السحر ويزيله، وبإذن الله ستجدين نتائج عجيبة. تأخذين من الصيدلية زيت يسمى أوميغا 3 مع فيتامين ها، هذا يقوي القلب وينشط الخلايا العصبية. تتجنبين اللحوم الحمراء، تأكلين الأسماك المسلوقة مع ممارسة الرياضة الخفيفة والمحافظة على الأذكار. بإذن الله لو استمريت على هذا البرنامج إن شاء الله تشفين وتتحسن أمورك. في هناك طبعا يعني شيء من الخضار يسمى السفرجل، تعرفينه؟ طيب تعرفين السفرجل؟ أعرفه. أيوة، يسلق تفاح زي التفاح لكنه ليس تفاح، يكون نوع قاسي يحتاج إلى أن يطبخ. أعرفه. لأن هذا من مقويات القلب. وأيضا ممكن تستعملين التلبينة، تعرفين التلبينة؟ ماذا؟ التلبينة هذا طبعا مطحون الشعير البلدي، شعير بلدي يطحن بالقشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتلبينة فإنها مجمة لقلب المريض وتذهب ببعض الحزن لأنها تقوي القلب. واضح؟ طيب. يا أسماء؟ طيب واضح يا شيخ، شكرا جزيلا. شفان الله وإياك يا أسماء. أخت أمل من ليبيا تفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس شيخ أعطيني شيء توقف لي لي زمان ندور فيك وهدمت على الجامعة الخط. عارف الشيخ أنا مشكلتي، عارف يعني في الطب يعني كل ما نمشي يعني الطب يقول لي يعني سليمة ما فيك شيء. به ماشي. كم عمرك أنت يا أمل؟ 25. طيب ما هي الأعراض التي تحسين فيها؟ أعراض عندي خلنا بدرب يعني عندي وجع في راسي يعني وانسداد على الأكل، دائما وزني ناقص يعني ناقص بشكل كبير. طيب أمل ركزي معي وأجيبيني بنعم أو لا، إجابات سريعة. أنت عانيتي من قلق وتوتر من كان عمرك 14 سنة؟ وممكن حتى قبل، يعني هو 14-13 حدود كذا، لمن فترة يعني قريبة من كذا إن شاء الله. صح. وكنت تعانين من آلام في الورك؟ ايه، وفي الرأس وفي لا الرقبة. أمل الإجابات بنعم أو لا عشان أسرد لك الأعراض وأعطيك العلاج إن شاء الله. تحسين بثقل في الرأس وصعوبة أحيانا؟ نعم. في التفكير؟ نعم. آلام في الكتفين يعني تصعد إلى الرقبة؟ أيوة. نغزات في الصدر أحيانا؟ مش انتفاخات في البطن؟ حتى لو كانت الأعراض أحيانا ما يلزم من الأعراض 24 ساعة، عندك غازات يعني غازات وانتفاخات في بطنك يعني مرة. طيب هل عانيتي من الإمساك؟ لا. نوبات لكن قليل جدا؟ نهائيا نقول لك. طيب هل عانيتي تعب أثناء نزول الدورة الشهرية؟ نعم، حتى لما ننتهي منها أصلا تنزل معاكي قطع مثل الكبدة أثناء نزول الدورة؟ لا. رأيتيها ولا ما نظرتي؟ لا، ممكن كان حتى مرة واحدة في حياتي ولا نهائيا. مو مشكلة، لو نزل مرة واحدة معناه تنزل. عموما ينزل معاكي فرازات؟ نعم. أيوة. اسمعيني يا أمل، هل أمك سبق أمك يا أمل هل ذهبت لك لمعالجة تعمل لك تصفيح لما كنت صغيرة؟ مش عارفة الله. ما تذكر أمك ودتك لمعالجة؟ لا ماني عارفة، لكن ممكن نسأل. اسألي أمك، أنت اللي يظهر والله أعلم تعرضتي إلى تصفيح. التصفيح هذا سبب لك أصلا تعب في حياتك وتحسين فيه توتر في علاقتك مع الآخرين. نعم أيوة. وبدأت تحبين العزلة. أيوة كثيرا. أيوة. بدأت لا تتكلمين كثيرا. نعم. وبدأ يصيبك الإحباط واليأس. أيوة كثير. وهذا من الشيطان، يعني كما ذكرت مقدمة الحلقة تداوى عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. طبعا أنت علاجك ليس في المستشفيات، ولذلك لم يثبت طبيا عندك بالتحاليل ولا بالأشعة أي مرض، إنما تعرضتي. يعني أنا نحس في وجع في راسي لا يحتمل. لما علاجه سهل، سوف أصف لك العلاج، بس أنت ركزي معي. أنت تعرضتي للتصفيح، والتصفيح هذا سبب لك دوخة، صداع، تساقط شعر، تقصف شعر، خمول، كسل، عدم شهية، عدم استفادة من الطعام، أحيانا تشمين روائح غريبة.
ممكن. طيب علاجه سهل، علاجه كالآتي: أولا عليك بقراءة سورة البقرة بنية الرقية يوميا، ماشي. قراءتها في ماء، إن كان ماء زمزم يكون خير، إن لم يوجد ماء مطر، إن لم يوجد ماء مطر ماء عادي، تشربين قبل كل صلاة وبعد كل صلاة. أنا كنت في عمرة قبل يعني قبل سنة، يعني عندك زمزم؟ كان عندي ماء زمزم ممكن 6 لترات 7. اشربي منها. عندي موجود إلى الآن وما نقدرش نشرب، عرفت؟ لا حاولي تشربين، لأن التصفيح نوع من السحر، وفي ليبيا هم يتوقعون أنه ليس من السحر بل هو من السحر ومن الكفر، ولا يجوز الذهاب إلى المصفحين والمصفحات لأنهم سحرة. احفظي معي، احفظي معي الآن، تأخذين زيت الزيتون، زيت الزيتون يضاف لزيت السمسم، زيت الحبة السوداء، زيت الخردل، ويضاف له نصف ملعقة من الحلتيت اللين، ممكن أنه يغلى على النار، ثم بعد ذلك تأخذين منه يوميا، تدلكين الرأس بالزيت، ثم تضعين كيس من النايلون ويلبس عليه قبعة من الصوف حتى التعرق لمدة 20 دقيقة مساء وصباحا، يدهن الجسم عند النوم بهذا الزيت مرة واحدة، مع المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الالتجاء إلى الله في السجود، ممكن تعملين الحجامة لأن الحجامة من أفضل معالجات الصداع. عارف يا شيخ، يا شيخ الحجامة أنا لا أستطيع أن أفعلها، يعني مجرد حتى نشوف الآلة بتاعت الحجامة ندوخ، لو شفت الدم حتى برا ندوخ على طول. لا طبيعي، أنت عشان عندك نوع من الخوف، وهذا نوع من المس هو الذي يسبب لك هذا الهلع والخوف، أنت تتعالجين. حتى لو إني شوية بس يا شيخ اسمعني النقطة، حتى أنا لو إني نشوف كنت مرة يعني خطبت وما صارش، يعني ما نقدرش إني نقبل إن جوز يدخل علي يعني. طيب يا أمل، أمل أنا أمل ذكرت لك أنه عمل لك سحر تصفيح تحول إلى ربط عن الزواج، فهمتي كلامي الآن؟ أنا الآن قاعد أخبرك بالعلاج، العلاج هذا للتصفيح، لعدم التوفيق في الزواج، للصداع، للقلق، للتوتر، لمشاكل الباطنية، حتى البشرة عندك صارت سيئة جدا، عندك ذبول وشحوف في البشرة. نعم. وتبقعات تخرج في جسمك. ركزي معي وافهمي العلاج. الالتجاء إلى الله في السجود، تلتجئين إلى الله بالسجود أن يكشف عنك هذا الأذى. بعد نهاية شهر من كل علاج تستعملين السنة المكي مع الكمون كمسهل، ملي اليد من ورق، من ورق السنة المكي، ملعقة من الكمون يغلى في 3 كاسات ماء لمدة 10 دقائق، يصفى ويشرب صباحا كل نهاية شهر مرة واحدة لمدة 3 أشهر. بهذه الطريقة بإذن الله ستشفين ويزول الأعراض التي في جسدك يا أمل، أسأل الله يشفيك وجميع المسلمين. أختم صالح من الرياض، تفضلي. أيوة. تفضلي أم صالح. ألو. تفضلي أم صالح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحييك يا أم صالح. اسمع يا شيخ. سمي. انا لي 20 لي 25 سنه وانا تعبانه. ايوه ايش فيك؟ عندي دلحين، عندي تجيني يعني لما يجي نص الشهر يجيني وقت العاده يعني تطريش البيت ما ابغاه، النوم يروح مني انا والله اني تعبانه لي 25 سنه. طيب هذا ما يجيك الا في وقت الدوره؟ ايوه ايوه. اسمعيني يا ام صالح، هذا طبعا يسمى اكتئاب، طبعا نوع من الاكتئاب لكنه مصاحب للدوره الشهريه. انت كم عمرك الان؟ والله ما ادري كم عمري، والله ما ادري. يا قربك فوق ال 55 كذا. والله يمكن. وقفت الدوره ولا باقي؟ لا ما وقفت، يعني في ناس اكبر مني ما وقفت. لا انت الان وقفت عندك ولا ما وقفت؟ يعني اذا الحين يمكن سنه ونص بس وقتها، يعني وقتها لما انت تبغى تجي يعني معناته انك تعديت ال 50 الان. لكن يا ام صالح انت أيوة. عندك نوبات قلق هذا مستمر. ايوه. وعندك نوبات شرود في الذهن مستمر. عندي دوخه. لا يا ام صالح، ام صالح جابوا بنعم او لا سريعا عشان حتى اعطيك الاعراض والعلاج. ايوه. صار يجيك نوبات من الوسواس صح؟ ايوه. هو وسواس يعني في شوي من الوسواس في الطهاره او في الخوف من الموت والامراض. ايوه ايوه ايوه. طيب هذا نوع من الوسواس، هذا وسواس الامراض والموت. ايوه. لما تنامي ما ترتاحي، يعني انت عيونك تغمض لكن قلبك شغال. ايوه صح كذا. صح. دائم يجيك الام في اسفل بطنك واسفل ظهرك وكلي وراسي وكلي. شوف يا ام صالح، طبعا هذه أيوة. اعراض قديمه يمكن لها حدود 22 سنه والله اعلم. الله اعلم. عرفتي كلامي؟ ايوه. ما قد سويتي تحليل الهرمونات عندك؟ لا والله ما سويت. عموما علاجها سهل. انت صرتي الان انت يجيك جفاف في فمك. ايوه. تحسي بنشوفه في فمك. ايوه احس. وتحسي احيانا بخوف كان في احد يمشي وراك. ايوه ايوه. بسيط هذه يا ام صالح، علاجك سهل. اول شيء هذه قد تكون اعراض عين قديمه. أيوة. امرها سهل، علاجها كالاتي: تجعلين أيوة. برنامج رقيه لنفسك، الفاتحه 7 مرات،
آية الكرسي، خواتم البقرة، المعوذتين والإخلاص، كل واحدة ثلاث مرات تقرأينها بعد صلاة الفجر وتنفخين على نفسك، وتقرأينها مثلا بعد العصر وبعد المغرب وعند النوم، تقرأينها في ماء زمزم تكثرين الشرب منه قبل كل صلاة وبعد كل صلاة، في زيت الزيتون مع زيت السمسم وزيت الحبة السوداء وزيت الخردل، وتضيفين له ملعقة من الحلتيت يغلى على النار غلي خفيف، ثم تقرأين فيه تدهنين فيه كامل الجسم لكن ما يصل إلى مناطق الحساسة كالعينين، عرفتي؟ لمدة مثلا 4 أسابيع تحافظين على الأذكار، تقللين من المنبهات زي الشاهي القهوة، تقللين منها قد ما تقدرين. اسمع الله يعافيك، عدلي السؤالات، عدها لي ثاني مرة. أي شيء يعيد لك؟ الزيت، الزيت وكلش. طيب عطيني بنتك عشان تسجل معي على طول عشان تفتحين المجال غيرك، عطيني بنتك العلاج كله يعني، عطنيه. عطيني بنتك عشان تسجل معي. ايوه، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الحبة السوداء، زيت الخردل، يضاف له ملعقة من الحلتيت، يوضع على النار لمدة 10 دقائق مع التحريك حتى يذوب الحلتيت، بعد ما تنزلينه من النار تقرأين فيه الآيات اللي ذكرت لك قبل قليل، الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، خواتم البقرة، المعوذتين والإخلاص، كل واحدة 3 مرات، تكرر 5 مرات في اليوم، 7 مرات ما في مشكلة. ماء زمزم يقرأ فيه الآيات التي ذكرت، يشرب قبل كل صلاة وبعد كل صلاة، يدهن بهذا الزيت كامل الجسم ليلا عند النوم، ومثلا ممكن بعد صلاة الفجر تقللين من المنبهات الشاهي والقهوة، تشربين البردقوش والنعناع، ملعقة من البردقوش وملعقة من النعناع يضاف لها ماء مغلي، وتحلى بما تريدين كان عسلا أو سكرا، وتشرب يوميا مرة أو مرتين في اليوم، عدم الجلوس لوحدك، عدم الاستسلام للتفكير، كثرة الدعاء في السجود، الالتجاء إلى الله، وبإذن الله تتيسر أمورك مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء، يسر الله أمرك يا أم صالح. أختي مبروكة من ليبيا، تفضلي. مبروكة. تفضلي يا مبروكة. تفضلي يا مبروكة. معلش أمي اللي تبي تحكي. يعني. أعطيني أمك. تفضلي يا أم مبروكة، تفضلي. تفضلي يا أم مبروكة. مبروك. مبروك. تفضلي. أبدا حس براسي. تحسي بماذا؟ حس براسي. تحسي بصداع، ألم في راسك؟ صداع. ألم؟ وقتك. طيب الضغط عندك يا أم مبروكة كويس ولا في ضغط؟ أعطيني بنتك. أعطيني بنتك. يا مبروكة تسمعيني؟ معي. انت مبروكة ولا امها الان؟ انا بدي مبروك. انا يا مبروكة ركزي معي. امك كم عمرها؟ امي ديما عمرها ديما 55. طيب امك تعاني من صداع؟ امك تعاني صداع والم في الرأس؟ يا مبروكة وطي على صوت التلفزيون، سكر التلفزيون. مبروكة سكر التلفزيون واسمعيني من السماعة. أختي عباسية من الجزائر، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنت بعض الأعراض أريد أن أفصلها لي. بس إذا كان عندك يا عباسية تلفزيون وطي لي صوت التلفزيون وتفضلي. إن شاء الله يا شيخ. تفضلي. يا شيخ عندي بعض الأعراض حدث لي مرة على مرة لكن لا أدري شو صار. اذكري لي الأعراض. ألو يا شيخ. أسمعك. نعم، عندي الجهة اليسرى من الدمام يعني مرة على مرة أحس بألم شديد، لما أضغط على الجهة اليسرى بعد 5 دقائق أو 10 دقائق يزول عن الصداع. عندي أعراض ثانية مثلا أعاني من نحافة قليلة ليس كثيرا، جربت كثير من الخلطات كثير من الأدوية ولم تنفع. طيب كم عمرك يا أخت عباسية؟ أذهب عند الأطباء والتحاليل، ما يعني يقولي ما عندك حتى حاجة. كم عمرك؟ عندي أعراض أخرى، عندي أطراف داردة جدا الرجلين واليدين. بسيطة، كم عمرك؟ عندي 34 سنة. متزوجة ولا غير متزوجة؟ لست متزوجة. ولما يأتي لك خاطب تحسي بنوع من القلق والعصبية؟ نعم يا شيخ. طيب اسمعيني، انت عانيتي من تساقط في شعرك وتقصف في شعرك؟
يعني في أشهر معينة مثلاً. طيب. شهر الخريف. هل عانيتي من تغير في لون الحاجب السفلي للعين الوجنتين بتغير عندك اللون إلى أسود؟ قليلاً. هل حسيتي بجحوظ؟ نعم. هل العين عندك بدأت تنحف من منطقة الوجنة ما فوق الوجنة بدأت العين تدخل إلى الداخل يعني في نوع من الجحوظ؟ نعم كثير طيب. من لاحظ طيب. الشيء. تعانين أنت من آلام متنقلة في جسمك وشرود في ذهنك؟ نعم يا شيخ. الدورة عندك مضطربة؟ لا ليس كثيرا. لا هي تتأخر غير منتظمة ومدتها الآن قليلة. نعم. صح كذا؟ نعم يا شيخ. طيب تعانين نوبات من الإمساك؟ نعم يا شيخ. شوف يا أخت عباسية أنت كنت تعبانة من كان عمرك 13 سنة. نعم يا شيخ. من كان عمرك 13 تسمعيني؟ أسمعك يا شيخ جيدا. سمعتيني الآن ولا أعيد؟ نعم سمعتك يا شيخ. أي هل صحيح الكلام هذا؟ لا أذكر بالضبط لكن لست أدري يعني هذا الكلام. من فضلك لما دخلت العمل عملت 3 سنوات بعد 3 سنوات أشعر بالتعب بدأ جسمي ينحف. لا اختي عباسية يعني اسمعيني يا عباسية اسمعيني انت من 17 من 17 سنة وانت مريضة ليس من اليوم. نعم يعني تعبك قديم جدا. نعم طيب اسمعيني حتى عندك لون البول لونه اصفر داكن وله رائحة غريبة. نعم واحيانا ينزل منك عرق العرق له رائحة غريبة. نعم واحيانا تشمين روائح غريبه كان في سياره صهريج صرف صحي او اوراق تحترق. صحيح ها بس اظن يا شيخ يعني الا تشمين روائح غريبه احيانا لا تعرفين مصدرها؟ لا يا شيخ. تذكرين هذا الكلام ولا ما تذكرينه؟ يعني ما اذكر اني مره يعني طيب. شممت روائح غريبه. ما ترتاحين في النوم دائما تعانين أرق وقلق في النوم وبعد النوم بعد ما تصحين من نومك يعني كنت رسلت عن الأصحاب والقراءة في الودد يومي تحسنت حالتي قليلا الحمد لله. عموما أنت تعرضتي لأذى من كان الله أعلم عمرك 13 سنة وهذا علاجه سهل. العلاج أولا عليك بسورة البقرة يوميا قراءة تقرأينها في ماء وتكثرين الشرب منه. سوف أعطيك الآن وصفة مسمنة اكتبي معي بسرعة. كيلو من العسل. نعم. كيلو من العسل. 50 جرام من اللوز المطحون. 50 جرام من الجوز. 50 جرام من دقيقة يا شيخ لوز وجوز. كيلو عسل. نعم 50 جرام لوز وخمسين لوز. جرام جوز. لوز وجوز وفستق وبندق كلها من 50 جرام وخمسين جرام من الحلبة البلدي كلها تطحن وتخلط مع العسل. حلبة كيف؟ الحلبة البلدي تعرف الحلبة؟ عند صباح البنام. أيوة تطحن. يقال أن الحلبة أنواع للسؤال. لا هي الحلبة البلدي التي يكون لونها أصفر ولها رائحة لأن هناك حلبة نعم الخيل نعم. حلبة الخيل لونها إلى الموف هذه ما تستعمل لتركيها. نعم يا شيخ. أيوة يطحن ويخلطون نعم. مع العسل تأخذين ملعقة صباحا كبيرة وملعقة مساء هذا مسمن ومقوي للأعصاب ومقوي للعضلات. بالنسبة للصداع يا عباسية ركزي معي اكتبي فقط اكتبي الآن سأعطيك علاج لأمراضك التي ذكرت لك. بالنسبة لعلاج نعم. الصداع تأخذين زيت الخردل وتقرأين فيه ويسخن قليل منه على النار ويدلك فيه الرأس ويوضع كيس من النايلو ويلف بقطعة من القماش 20 دقيقة مرتين في اليوم. بالنسبة للقلق والتوتر تقللين من المنبهات تأخذين من عشبة المليسة النعناع البابونج وتخلط مع بعضها وتشرب على مثل الشاي صباحا ومساء. المواصلة في الدعاء والالتجاء إلى الله والمحافظة على الأذكار بهذه الطريقة إن شاء الله تتحسن أمورك. أسأل الله يشفيك يا عباسية. اختي نورة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله فيك أنا أعاني من ألام في العضلات يعني مرة يعني منفوخة قليلا يعني يابسة. أي عضلات؟ عضلات اليدين ولا الرجلين ولا البطن؟ اليدين فقط. اليدين فقط. أي كم عمرك؟ 30. متزوجة؟ لا. خطبتي أكثر من مرة ما صار شيء؟ أي تعاني من قلق؟ أي تعاني من خوف؟
من مساله الزواج. اي خمول وكسل. ايه قليلا. شرود في الذهن. ايه انتفاخات في البطن. خفيف. طيب طبعا اذا خطبتي تتوترين وتكونين عصبيه. ايه تعانين احيانا من زغلله، يجيك عدم صفاء في النظر. لا لا عادي، مو دايم، يجي احيانا بالليل. احيانا يجيك سرحان كثير، اذا جلستي في مجلس تسرحين كثيرا. ايه ما تحبين الذهاب للافراح بالذات مناسبات الزواجات. فعلا. ايه جالك من فتره طويله من حدود 12 سنه عدم الاهتمام في ملبسك، الاهتمام اللي يعني يهتم به غيرك من النساء. ايه جالك فتره اذا استعملتي اي مكياج او مسحوق يسبب لك تحسس. تحسس حساسيه او حكه او نفر او شيء او احمرار في البشره. ايه فعلا فعلا فيه. طيب شوفي الان ابغاك الان تكرري الدعاء اللي بقوله الان، عيديه الان انت، كرريه معي 7 مرات. قولي حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني عن الزواج. يلا كرري. حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني من الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني من الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني من الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني من الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني من الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل على من ربطني من الزواج. حسب كتمه. حاسه انك مكتومه. لا الآن ما تقدرين تتنفسين. الله يجزاك خير يا نورة، خذي نفس الآن من خشمك، ما أنت قادرة صح؟ لا لا عادي، لا بالعكس عادي. أنت خايفة وحاسة بكتمة وحاسة برعشة وحاسة أنك زي الروعة عندك الحين. لا لا خفقان في قلبي شوي. كله الآن الخفقان هذا يصاحب صعوبة في النفس، أنا أسمع نفسك الآن عندي في السماعة. إيه شيخ. طيب ركزي يا نورة، يا نورة ركزي. في رهبة، في رهبة. يا نورة ركزي معي، أنا بس أباك تركزي معي عشان أقدر أشخص حالتك. الآن أنت حاسة بجسمك في قشعريرة. قشعريرة؟ لا لا. وفي خوف. خوف رهبة مني أكلمك ترى. لا ما لا دخل، أنت ما بديت تجيك الرهبة إلا بعد ما قلت الدعاء. لا والله يا شيخني الحين مطمئنة عادي هذه الحين. بعد ما وقفت الدعاء عيد الدعاء 3 مرات. طيب حسبي الله على من ربطني من الزواج. حسبي الله على من ربطني من الزواج. حسبي الله على من ربطني من الزواج. جاتك الآن. الله على من ربطني من الزواج. جاتك الشحنة هذه الآن نفس سرعة النفس. لا والله يا شيخ عادي. يا نور الله يهديك. عموما عانيتي من الإمساك؟ لا عادي. ما هو إمساك مستمر؟ يجيك في الشهر لا مرة. لا. لا. طيب جاك تساقط في الشعر وفي تقصف. أي فعلا تساقط. طيب العلاج كالآتي، أول علاج لك هو الرقية الشرعية. لأن أي خطوبة لك لا تتم وصيرين عصبية ومتنرفزة حتى ينتهي أمر الخطوبة تحسين بنوع من الهدوء. أي صح. زين عموما عليك برقية نفسك بسورة البقرة، اغتسال بالسدر، تدهنين بزيت الزيتون مع زيت السمسم بعد صلاة الفجر، وتضيفين له الحلتيت ملعقة يغلى على نار هادية، بعدين تقرأين فيه وتدهنين فيه الجسم، الاكثار من شرب ماء زمزم، استعمال الحلبة، ملعقة صباحا مطحونة مع ملعقة ليلة لتقوية الأعصاب، الالتجاء إلى الله في السجود بالشفاء لأن الذي يملك الشفاء والشافي هو الله، المحافظة على الأذكار، كثرة الدعاء والاستغفار، سيجعل الله لك فرج يا نورة. أسأل الله يشفينا وياك جميع مرضى المسلمين. أختي إيمان من العراق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أعاني من حكة العصبية. تعاني من ماذا؟ حكة في المقعد. يعني دائما عندك في فتحة الشرج حكة. نعم. هل عملتي تحليل ما يكون عندك ديدان؟ نعم. ايه قالوا لك فيه ديدان او ما قالوا لك؟ يعني اخذت علاج بس نفع. طيب اسمعيني العلاج كالآتي، تعرفين الفجل الاحمر؟ نعم. تعرفينه؟ لا لا ما اعرفه يا شيخ. الفجل لونه طبعا احمر وطعمه طبعا فيه نوع من الحراره وفيه رائحه غريبه قريبه من رائحه البصل، اسمه الفجل. ارجع الكتب الاعشاب او ادخلي في النت واكتبي فجل احمر يخرج لك الفجل. تاكلي منه 3 حبات صباحا و3 حبات مساء، التي تاكلينها على الريق لانه يقتل الديدان. تعرفين الدبه او القرع؟ الدبه او القرع تعرفينه؟ يسمى بالقرع العسلي أو الدبة، ورد في القرآن، ويسمى اليقطين.
وانبتنا عليه شجرة من يقطين. أيوة تأخذين الحب، تأخذين حب اليقطين ويؤكل ني بدون طبخ، كلي على قدر ما تستطيعين لأن هذا يقتل الفطريات ويقضي عليها. ثم تأخذين الحلتيت، تعرفين الحلتيت؟ يسمى بشجرة الإنجذاب، الإنجذاب له رائحة قوية لاذعة يأتي من إيران. تأخذين منه ملعقة وتذوب مع الفازلين ويدهم منطقة فتحة الشرج مع ما ذكرت لك، وبإذن الله ينتهي الديدان، وإذا انتهت الديدان انتهت هذه الحكة. واضح يا إيمان؟ أخوي سلطان تفضل، قصر على التلفزيون، تفضل يا سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. حياك الله يا سلطان. والله أنا عندي انتفاخات في البطن. يعني عندك أعراض القولون، انتفاخات وغازات وآلام. سلطان يا حبيبي يا سلطان، قصر على التلفزيون واسمعني من السماعة عشان ما يكون في صدى وتفقد الاتصال. أيوة. قصر على التلفزيون تماما واسمعني من السماعة. طيب. يلا قصر على التلفزيون. كم عمرك يا سلطان؟ طيب يمكن 35 كده. 35. متزوج؟ اي نعم. انت يا سلطان دائما قلق وتفكيرك كثير. ايوه. تعاني من شرود في الذهن وخمول. ايوه. يجيك انتفاخات في البطن واحيانا امساك واحيانا اسهال. اي نعم. هذه عموما اعراض قولون عصبي. سببه القلق والتفكير، يبدو لي بدأ معك من 5 سنين، ما هو قريب. ايوه. صح كذا؟ اي والله يعني. طيب اسمعني، العلاج كالآتي. اولا عليك بالاذكار والمحافظة عليها، تجعل لك برنامج ترقي نفسك، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تكثر من شرب الماء وبالذات ماء زمزم لانه افضل علاج للقولون، تقلل من المنبهات مثل الشاهي والقهوة. تدخن السلطان؟ لا لا. طيب تقلل من الشاهي والقهوة، تحاول تشرب عندك البابونج، عندك الكركديه، عندك البردقوش، كلها من النعناعيات المهدئة الطاردة للغازات. خذ الوصفة الآتية: ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة، ملعقة صغيرة من مطحون البابونج، ملعقة صغيرة من مطحون الشمر، توضع في كأس ويضاف لها ماء مغلي، تترك 7 دقائق أو 8 دقائق، وتشرب مع الوجبات 3 مرات في اليوم لأنها منظمة للهضم طاردة للغازات. تحاول، هناك طريقة للتدليك، تابعني الآن على طريق الشاشة. تأتي في المنطقة الرخوة ما بين الإبهام والسبابة، تضغط بالسبابة من الخارج والإبهام من الداخل، وتضغط وتحرك السبابة بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة، تكرر فيها آيات السكينة: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. تعمل تدليك للإبهام الأيمن والأيسر بنفس الطريقة، ضغط الإبهام من الخلف وضغط السبابة من الأمام بطريقة دائرية، وتكرر نفس الآيات. تعمل تدليك لهذه المنطقة وهي منطقة القولون والبطن، اليد اليمنى واليسرى، تدلك المنطقة التي تكون في القدم، المنطقة المائلة، لأن هذه أيضا منطقة القولون، مع ممارسة رياضة مشي اليومية لمدة ساعة بهذه الطريقة. أيضا تقلل طبعا من البقولات، الفول، العدس، الحمص، البازاليا، الفاصوليا، تقلل منها لأنها من مثيرات القولون، وتحرص على خبز البر مع النخالة بإذن الله. إذا مشيت على هذا البرنامج سوف تتحسن أمورك يا سلطان. طبعا الأخ سلطان كان آخر اتصال معنا في هذه الحلقة، طبعا سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة استكمال أنواع التداوي من التصلب اللويحي، وقد يناسب المريض واحدا منها أو قد يعملها كلها، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. نختم الحلقة بالدعاء: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا فعال لما تريد، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم احفظ بلاد المسلمين واحفظ أمن بلادنا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين، وهذه المملكة التي تحكم الشريعة، اللهم احفظها من كيد الكائدين وفترة الفاتنين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا فتنة أو مكيدة أو تشتيتا أو إفسادا بين الراعي والرعية، اللهم إنا نجعلك في نحره
ونعوذ بك من شره، ونسألك أن تشغله عنا بنفسه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمرنا، من كان منهم مريضا فعجل له الشفاء، ومن كان منهم معافا اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم سدده في قوله وفعله وأمره واجعلها فيما يرضيك. اللهم حببهم إلينا وحببنا إليهم، واجعلنا ندعو لهم ويدعون لنا يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المؤمنين يا رب العالمين في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا. اللهم عليك بالطواغيت الذين قتلوهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم وأفسد عقولهم، اللهم أزلهم يا رب العالمين وأبدلهم بخير منهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة الظالمين المجرمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والإيمان، اللهم اجعلهم يدا واحدة على الصهاينة يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في اليمن، وارحم أهل الحديث في اليمن، وعليك بالحوثيين الظالمين المجرمين. اللهم ارحم إخواننا في اليمن، عليك بمن قتلهم. اللهم أبدلهم يا رب العالمين بحاكم يحكم بالكتاب والسنة تجتمع عليه كلمتهم. وارحم إخواننا يا رب العالمين في مصر وفي تونس وفي ليبيا، واجمع كلمتهم وألف كلمتهم يا أرحم الراحمين على الخير وعلى الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الساحرين والساحرات، والكاهنين والكاهنات، والدجالين والدجالات، والمشعوذين والمشعوذات. اللهم من ذهب إلى السحرة لأذية أحد من عبادك المؤمنين فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واكف عبادك المؤمنين شره يا رب العالمين. اللهم لا تدع من المؤمنين والمؤمنات مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا عقيما أو عقيمة إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما أو أيمة إلا زوجتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، وكل من دعا لنا بظهر الغيب، وكل من له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أشكركم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، كنتم بعد الله سبحانه وتعالى سببا في إنجاح كل برنامج قدمته لكم بدعائكم ودعمكم وتواصلكم بالملاحظات المفيدة عن طريق الرسائل. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والشكر موصول لقناتنا قناة الدانة، وإلى الطاقم الفني الذي كان معنا ولمخرج هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير.